ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير ومسرة، وكل عام وأنتم في أتم صحة وسعادة وعافية، مستظلون بنعم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في كنف القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. نرحب بكم أطيب ترحيب في هذا النقل الحي الذي يأتيكم من جامع معسكر المرتفعة بولاية السيب، ويشرفنا أن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك لسنة 1434 هجرية، حيث سيؤدي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الفطر السعيد في هذا الجامع، مشاركا أبناءه منتسبي قوات السلطان المسلحة وكافة أبناء شعبه الوفي احتفالاتهم وفرحتهم بالعيد السعيد. وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر. إلى جامع معسكر المرتفعة. الله أكبر كبيرا. إذن مشاهدينا متواصلين معكم، مشاهدينا الموكب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم يصل في هذه اللحظات إلى ساحة جامع معسكر المرتفعة بولاية السيب، حيث سيؤدي بعد قليل جلالته حفظه الله هنا في هذا الجامع صلاة عيد الفطر السعيد بمشيئة الله وبركته. صلاة العيد جامعة. الله أكبر، 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر عدد ما خلق وبرأ، والحمد لله قدر ما أبدع وذرأ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه صلوات الله وسلامه وآل بيته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، تنقلنا الأيام من عيد إلى عيد، فتشعر النفس والحياة بالفرح والمسرات، ولا يتمم ذلك إلا تعظيم النعمة واستقامة السلوك. العيد غنى الأفراد في أخلاقهم
وقصدهم النفع قبل الانتفاع، ومرادهم الخير والنماء. ويكون في المجتمع تمازج بين المال القائم على الجمع والعمل القائم على البذل، وتلك معاني العيد تتكرر صورها في النفس والزمن، تكرار معالم الخير في الأمة، فتغدو في تقدم لا يتقادم، وبالحق ولو لم يتحقق، وعلى العدل مع الاعتدال، وبغلبة الشكر على أثرة النفس. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن لله موازين في الأمم، وله مقادير في الشعوب، وهم فيها رهن أقدار تصرفهم، إما للقرار والأمان، وإما للمحن والافتتان. ولا تزال أحوال الناس تمتد بهم حسب أعمالهم وكسب أيديهم واعتمال النوايا في قلوبهم. كلًا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورًا. وهذا أصل الحياة كما أرادها الله وخلقها، إذ تترادف على الأمم الأحداث من أجل التمحيص، وتتنزل عليهم الآيات من أجل التوبة والرجوع إلى الأصل. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والأمة المستقرة هي الثابتة على مركز قوتها تاريخاً وحضارةً وجغرافياً. سمو أهدافها في الأخلاق، وعنصر تماسكها في السماحة واليسر. بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً إلى حي من أحياء العرب، فشتموه وضربوه، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. ولا نقول بعد ثناء الوحي واستقرار الخير في هذا البلد إلا كما قال سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. عباد الله، يبقى الخير في الأمم مع الشكر والثناء، ولا يفتل حبل العدل إلا بانفراط عقد المجتمع، ولا يتخلى الفرد عن ولائه إلا بالارتهان إلى مطمع أو حب لشأن فيه تربص ومخاتلة، فتتداخل على الناس المحن والفتن. وقد نبه الله جل ثناؤه الأمم باجتناب التفرق في الدين بما يتعارض مع الاجتماع الإنساني والتقارب الحضاري، قائلاً سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. أمة الخير والسلام، إن ورود الفتن وفتح أبوابها من أخطر ما يصيب الأمم، فيها تذهب منجزاتها وتتآكل هيبتها وتصغر مكانتها، وتتعاون عليها غرائز النفوس وتتكالب على شأنها النوايا السيئة. فلا غرو أن قال الله عز وجل: والفتنة أشد من القتل، وفي آية أخرى: والفتنة أكبر من القتل. وموارد الفتنة إما تعصب لرأي، أو مناكفة لحق، أو لإغراء خارجي. وبسبب عموم الاضطراب الحاصل من الفتن تترتب مسؤوليات دينية ودنيوية، مسؤولية حفظ الدين والعمران، ومسؤولية الأخلاق، ومسؤولية الفرد. جاء في القرآن الكريم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وإن الأمة بين حالتين: الرسالية والعلاج. فالأولى سعي بمهمة البناء وصنع المعروف
وتحقيق الخير، والتصدي للشرور، وتوقي الفتن، والثانية عناية بالأمة، وعدم الغفلة عن النفس، والإقبال على محاولة العلاج، والذي قد ينجح وقد لا ينجح. وفي كلتا الحالتين قصد الحياة التي دعا الله إليها ورسوله، إذ يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأمتنا بحمد الله أمة مرحومة، تتكافأ دماء المؤمنين، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. وقد صور الرسول صلى الله عليه وسلم المجتمع بمن فيه بالسفينة ومن عليها، وهي تشق طريقها وسط البحار، فأراد بعض ركابها أن يصلوا للماء دون المرور بمن في أعلى السفينة خوفاً من إيذائهم. ونلحظ أن من أرادوا خرق السفينة ما كانوا بالضرورة أشراراً، بل ربما كانوا حسان النية، بيد أن كفهم عن هذا الفعل حفظ للمجتمع من الفوضى والفتنة، وحفظ لمصالحه من الإضرار والدمار. وهنا يظهر أثر المبادرات الخيرة والاستجابة لنداء البناء، والولاء للعدل والحكمة، والطاعة في المعروف. وفي أواخر سورة الحديد: مراشد كلية للأمم، باتساقها مع نواميس الكون المنظور، واتصال الأمم والأنبياء بعضهم ببعض، وسياسة الدين والدنيا، والإخلاص للرب تعالى. ثم تختتم السورة بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نوراً تمشون به، ويغفر لكم، والله غفور رحيم. فاتقوا الله ربكم، واشكروه على آلائه، واحمدوه بما هو أهله، واستنزلوا نعمته بطاعته. هذا وصلوا وسلموا على رسوله، فقد أمر الله بذلك وبدأ فيه بنفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم إنا نسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا. اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لنا، وما كرهت من شيء فكرهه إلينا وجنبنا إياه. اللهم أحينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. اللهم أيد سلطاننا بنور حكمتك، وسدد خطاه بسنى توفيقك، واحفظه لنا بعين رعايتك، وأعز حوله بتأييدك وقوتك يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل عمان بلد الأمن والأمان والسلم والإطمئنان. اللهم أدم علينا نعمك ولا تقطع عنا فضلك، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلاد المسلمين، ووحد كلمتهم لما فيه خيرهم، وبارك في أرزاقهم، واجعل ديارهم آمنة مطمئنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وكل عام أنتم في ألف خير، والركب في عماننا قدما يسير. إذن هكذا مشاهدينا الكرام نقلنا لحضراتكم من هنا من جامع معسكر المرتفعة بولاية سيب صلاة عيد الفطر المبارك، حيث أدى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم صلاة العيد مشاركا أبناء شعبه الوفي أفراحهم واحتفالهم بهذه المناسبة السعيدة. في الختام مشاهدينا هذه تحية فريق التغطية المشارك في هذا النقل التلفزيوني من مهندسين وفنيين ومن مخرج النقل سعيد بن موسى ومن زميلي عبد الله بن سعيد الشعيلي ومني أنا محدثكم يوسف بن حميد اليوسفي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير ومسرة. زعيم حب لعمان، زعيم حب لعمان، مجددا حضارة عبر الزمان، وكل عام أنتم في ألف خير، وكل عام أنتم في ألف خير، والركب في عمان وكل عام أنتم في ألف ألف خير، والركب في عماننا قدما يسير. عشتم لنا رمز الأمان، زعيم حب لعمان.